السلام عليكم. بعدتنا حضرتك يا شيخ، انا والدتي رحمه الله عليها متوفت من شهرين كده. بشكرك للترحم على امك، تفضلي. فهي هي احنا بنروح نزورها في المقابر، فهل ده في اسم؟ لا ما في اسم، لكن تتقي الفتنه وتتقي البدعه. تتقي الفتنه وتتقي البدعه. طيب ان احنا حطينا فخارات للطير يعني عشان ياكل ويشرب ميه جنب القبر، يعني فهل ده في بدعه؟ هو لم يرد عن الرسول عليه السلام. يعني انت عايز عصافير تيجي جنب قبر امك، تعتقد ايه يعني؟ وتم تضع الفواخير هذه في اي مكان تاني؟ ممكن احطها في اي مكان تاني؟ اي مكان تاني. ايوه بس لا في مكان لا تؤذي الناس فيه. ممكن تضعها في البيت، تجد العصافير والحمام ياكل ويتبرز على بيوت الناس وعلى ملابس الناس المنشوره. تمام. ايوه. طب يا شيخ لو هي جات لنا في المنام لكذا حد فينا بتبشرنا ان هي بخير ومرتاحه، هل السؤال هي كانت تصلي وامراه صالحه في حياتها؟ الحمد لله رب العالمين، وربنا احنا 9 بنات منتقبات. الحمد لله، خلاص ان شاء الله باذن الله ماجوره سواء رايتم او لم تروا. فالحمد لله يعني ربت 9 بنات على الفضيله. ربت 9 بنات على الفضيله وعلى النقاب، وربت ابنها على الفضيله. هذه كانت مطيعه لزوجها رغم ان هو كان بيسالها كثير، بس هي كانت مطيعه ليه. يلا الله يرحمها. يعني هو كان راضي عنها. هنيئا لها، هنيئا لها. هنيئا لها، بارك الله فيك. دعي لنا بالصبر. الله يصبرنا وإياكم يا رب.